هل يفرق. الرجوع ده يا كابتن حماده يبقى من اللعيبه ولا من الجهاز الفني ولا الاثنين مع بعض؟ الرجوع ده مهم جدا اللي انتوا بتتكلموا فيه، لانه مهم جدا. انا متفائل لان انا عندي الروح اللي لعبنا بيها الشوط الثاني ماتش بيترو اتليكو لما نزل اوباما وشيكابالا ولقينا حاله فنيه عاليه جدا، ما احنا عندنا اهو، يعني احنا بنقدر نوصل يا كابتن احمد ونقدر بص، نغير. عندك لعيبه وعندك جهاز فني. انت بتشوف اما بتكسب كنت بتكسب ليه، وما بتخسر بتخسر ليه. كلام كده تقييم يعني، كلام عامي كده للناس اللي بتتفرج عليهم. بتكسب عشان الروح، الاداء، الاصرار، الالتزام، اللي انت نازل عشان تموت نفسك، اللي انت نازل بتلعب في نادي الزمالك. بتخسر عشان العكس الحاجات دي خالص. فشوف انا لما اكون كويس بكسب، بكسب ليه؟ ما بكسب اكيد المدير الفني عامل تكتيك كويس، عامل تشكيل كويس، عامل تغيير كويس، قاري، عامل قرايه للمنافس كويس، مقسم الجيم كويس، عارف التغييرات اللي هيعملها ايه. ده شغل مدير فني. شغل اللعيبه ده شغلك، اللي انت تنزل تسعد جماهير نادي الزمالك. انت بتاخد فلوس من نادي الزمالك وعقود على اساس انت دي شغلتك مهنتك، فانزل ادي. والله اديت وعملت اللي عليك، ومفيش توفيق هنقول لا برافو انت اديت. صحيح. لكن تنزل وما تاديش يبقى في تقصير منك، فالتقصير جاي من المدير الفني ومن اللعيبه. هو انا من هنا برضو بقول احنا كلنا خلف نادي الزمالك وفي ظهر نادي الزمالك، بس طبعا احنا لازم نقول للناس ان في اخطاء، لان لو ما قلناش كده يبقى احنا ما نستحقش ان احنا نقعد على الكرسي ده. احنا بنقعد هنا عشان نواجه الناس ونقول للناس عندنا اخطاء حصلت واحد واثنين وثلاثه، عشان اكون امين على مصلحه نادي الزمالك. لكن مش هقول كله كويس وكله حلو، لا، في حاجه كويسه بنتكلم عليها كويس، والحاجه اللي مش كويسه يا جماعه بنتكلم عليها عشان حبا في نادي الزمالك. وانا مش هحب حد اكتر من نادي الزمالك، لا لعيبه ولا مدير فني ولا اي حد. نادي الزمالك هو الاساس، هو الكيان بتاعنا. فلازم نوضح للناس انت كنت بتكسب بتعمل ايه، وما بتخسر بتخسر ليه، لان انت قيمه كبيره اسمها نادي الزمالك. تتوقع بقى عوده طارق حامد يا كابتن جمال الفتره اللي جايه، وزيزو ان شاء الله يشوف الاصابه اللي عنده ايه والكلام ده كله، هل هيبقى في تغيير ان شاء الله باذن الله في اداء اللعيبه في المباراه الهامه بقى اللي اصبحت اكثر اهميه من اي مباراه ثانيه، لانها مباراه يعني فيصليه محوريه في سباق نادي الزمالك على الحصول على النجمه السادسه ان شاء الله. يعني اعتقد لما اللعيبه تتفرج على المباراه بتاعه النهارده اكيد اكيد هيعرفوا ان هم مقصرين، واكيد الاداء ده هيتغير المباراه اللي جايه. اتمنى طبعا رجوع طارق وزيزو، طبعا ليهم يعني تقل فني طبعا كبير جدا في داخل الفريق. بس في الاخر برضو ما هو يعني افرض اللعيبه دي مثلا مشيت، او واحد مشي من النادي، او واحد خلاص بطل عايز يبطل كوره، او يعني في حاجات كتير لازم انت تبقى عامل باك اب على طول، بدايل. فلا، لازم البدايل تبقى متواجده. بس في الاخر برضو هل طارق حامد بعد الغياب ده كله هيرجع يعني في نفس المستوى؟ ما هو برضو لازم هو طارق عنده مخزون وعنده خبرات ممكن ترجعه بسرعه. بس هو زيزو قالوا لنا دلوقتي ان هو خضع لمساحات كورونا وثلاث مساحات وطلع عنده مساحات ايجابيه، عشان كده هو غاب عن لقاء النهارده. ربنا يسهل، بس يبقى يعني يلحق في يومين ثلاثه يرجع. عن يعني الحمد لله طبعا الرياضيين يا كابتن بيرجعوا بسرعه يعني. يومين وبتاع، اتمنى لهم طبعا توفيق ان شاء الله. طبعا دي هتفرق برضو لو زيزو رجع الماتش اللي جاي، يفرق معانا بقوه ضاربه ان شاء الله. بص، وهي كره القدم في الاخر هي لعيبه، امكانيات لعيبه فعلا. هي كره القدم هي لعيبه. يعني انا عايز اقول حتى لو كنا كسبنا النهارده جمال بتروتاتكو بتاع ده سجراده، كان كنا هيبقى برضو مطالبين ان احنا لازم نعمل نتيجه جيده. طبعا طبعا، بس الضغوط كانت هتبقى قليله شويه. بالظبط، انما سنه يعني اللي هي المشكله الحاله العدم الاطمئنان على المستوى، هي دي اللي يعني. انما لو كنا كسبنا النهارده برضو كنا مطالبين ان احنا نروح هناك ما نتغلبش، نعمل على الاقل تعادل. ما نتغلبش، واخد بالك ازاي؟ يعني انت بتقول نكسب هناك، نتعادل هناك ونكسب في مصر 4 بونت. ده لازم كنا نعمله حتى لو كنا كسبنا النهارده. صح، واخد بالك. بس احنا اللي زعلانين منه ان في اوقات كتير جدا 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 نوعيه من اللعيبه دي كانوا حاجه فوق المستوى. يعني ساعات كان الواحد بيبقى قاعد اللعيبه دي متفوقه على نفسها، واخد بالك. النهارده في بعضهم حالتهم، هل اللعيبه مش حاسس بنفسه بقيمته الفنيه دلوقتي؟ مش معقول يعني، انت بتبقى قاعد لازم انت كمان تحاسب نفسك كلاعب كوره، واخد بالك يعني. اللعيب مش شايف نفسه ان هو وحش؟ ما انا بقول لك، هل يعني هل ماتش في بعضهم اكيد حاسس ان هو كويس. كل اللعيبه
لا يعني مثلا ادائي انا في ماتش بيترو اتلتيكو ثم سموحه ثم النهارده اكيد في لعيبه بتلوم نفسها، مش ممكن طبعا ده اكيد يعني اكيد يعني حتى لو الراجل ما اتكلمش اللعيب برضه بيبقى حاسس. أيوة انا لما بلعب ماتش وحش بروح ببقى حاسس انا وحش. طب وبعد ما يلوم نفسه بس مفروض بقى. مش مفروض الماتش الجاي يكون احسن يعني مش شاف نفسه اللي انا مش كويس ولومت نفسي؟ طبعا لازم المفروض الماتش الجاي اجي ادي اداء احسن، اشوف الاخطاء اللي انا عملتها ايه في المباراه، التقصير ايه اللي انا عملته، بحيث الماتش الجاي اجي ابقى انا لعيب نادي الزمالك، اللعيب المهم بتاع نادي الزمالك، اللعيب القيمه، اللعيب اللي بيبحث على البطوله، لكن ما الومش نفسي وارجع برضك نفس الاداء هو هو. طب انا استفدت، انت لومت نفسك، طب والناس اللي زعلانه دي والملايين اللي زعلانه، طب احنا استفدنا ايه؟ لازم نتعلم من اخطاء، ودايما بقول الكلمه دي، عندنا اخطاء نتعلم منها صح. ولازم تقول اخطائك وانت كسبان مش وانت خسران.